أيها الشعب اليمني، عدوكم ليس أنفسكم، عدوكم الحوثي. نقدر نقول الحرب في اليمن طويلة. النصر في اليمن أقرب من أي وقت مضى. النصر يعتمد على تضحيات أبناء اليمن. قضية المظاهرات في إيران. هذه الدولة التي تقول لدينا صواريخ ومفاعل نووية لم تستطع أن تملأ بطن شعبها. تنتقد قناة الجزيرة وايد. قناة الجزيرة هذه عار على الإعلام العالمي. لشون صاير الكذب؟ حمر ولا أزرق؟ كذابين إلى النخاع. فكر الجزيرة مو فكر خليجي ولا فكر عربي، فكر الجزيرة فكر تحريضي.